الآن سننتقل إلى الزميل عبد الله العامري في بغداد ليضعنا أكثر في الأجواء هناك. عبد الله، إليك الكلمة، وحدثنا عن الأجواء في كركوك، هل تختلف عن بغداد؟ نعم علي عبد الكريم، شكرا جزيلا لك زميلي العزيز من كركوك. الاحتفالات الآن تجوب شوارع كركوك، أبناء المكون العربي على أنغام الفلكلور الدبكة العربية يحتفلون بالنتائج التي أعلنت، وكذلك على أنغام الفلكلور التركماني يحتفل أبناء المكون التركماني وبصوت واحد يهتفون يشاصن تركمان، يعني يعيش التركمان. أيضا أبناء المكون الكردي يحتفلون بالأصوات التي حصلوا عليها وبصوت واحد بيجي كردكان. هكذا هو المشهد في كركوك، كل يحتفل بحسب النتائج التي ظهرت. أما على مستوى الأسماء من المكون العربي التي حصدت أعلى الأصوات وأعلنت فائزة، طبعا بالمركز الأول سيد محافظ كركوك طبعا راكان سعيد الجبوري، بالمركز الثاني طبعا أحمد عبد الواحد الحمداني، أيضا رعد الصالح الجبوري، عواد الجبوري، ومحمد إبراهيم الحافظ، وأيضا سلوى المفرجي كوتا النساء. 6 مقاعد للمكون العربي أحرزوها من خلال هذه النتائج. أما على مستوى القوائم، إذا تحدثنا بالأرقام فالقوائم الكردية تصدرت المشهد مجتمعة طبعا، ويليها بعد ذلك المكون العربي، وبعد ذلك تحالف تركمان العراق وتحالف كركوكنا أيضا بالمرتبة الثالثة. الحسبة قريبة من الواقع جدا، هناك رضا في الشارع الكركوكي على الإعلان أو النتائج الأولية التي ظهرت قبل أقل من ساعة من الآن، وبالتالي احنا بانتظار النتائج النهائية والرسمية، لكن على الأرض هناك رضا في الشارع الكركوكي، وهناك احتفالات بدأت تنطلق، وأيضا لدينا انتشار أمني في شوارع كركوك الحيوية التي تتواجد فيها الاحتفالات، حفاظا على سير الاحتفالات بالنسبة لجماهير المكونات في هذه المدينة. يعني كركوك حرمت منذ العام 2005 من انتخابات محلية، في هذه الانتخابات شارك الكركوكيون بقوة وقالوا كلمتهم وأثبتوا وجودهم، وكل المكونات كان فيها أو كان بينها تنافس مشروع وتحدي شريف من أجل التمثيل الأكبر والأعلى في قبة مجلس محافظة كركوك. لذلك المشهد القادم لكركوك يبشر بخير ويبعث على التفاؤل، على اعتبار أن النتائج التي ظهرت وإن كانت أولية ففيها رضا كبير من الشارع الكركوكي على هذه الأرقام وهذه الإحصائيات التي تعرفنا عليها قبل قليل. كل المحافظات العراقية منذ عقد من الزمن لم تشهد انتخابات محلية، يعني نسبة المشاركة كانت فيها ضعيفة جدا، لكن في كركوك لأنه منذ 18 حرمت من انتخابات مجالس محافظات، لأنه كركوك دائما ما تكون هي حلقة الوصل بالنسبة لاستقرار العراق، دائما نقطة التحول تنطلق من هنا من كركوك، لذلك تجد وتشعر أن الانتخابات التي جرت في كركوك شهدت مشاركة عالية، وبالتالي حصدت أعلى نسب المشاركة على المحافظات العراقية.